لجنة الدفاع المدني أعلنت أن البلاغات الواردة إثر هطول الأمطار في البلاد منذ مساء أمس اعتيادية، ومشيرة إلى عدم وجود تجمعات للمياه وحركة الطرق مستقرة. ومن جانبها أكدت وزارة الداخلية أنه لا توجد أي بلاغات جسيمة جراء هطول الأمطار خلال الساعات الماضية، ومضيفة أن رجال الأمن موجودون في جميع الطرق. إدارة العامة للإطفاء أكدت بدورها تعاملها مع الحوادث البسيطة الاعتيادية، وأنها لم تواجه عمليات غرق أو سيول أو إغلاق للطرق، ومشيرا إلى أن الإدارة وكل الأجهزة بالدولة على أتم الاستعداد والجاهزية.